دلوقتي مناقشة داخل حوار داخلي داخل نقابة الصحفيين عشان نطلع بفكرة المقترحات اللي تخص نقابة الصحفيين في الحوار الوطني. المقترحات دي فيها مقترحات تشريعية، فيها مقترحات تخص تعديلات تشريعية تخص الصحافة بشكل عام، فيها مقترحات تخص المناخ العام اللي بتعمل فيه الصحافة، فيها مقترحات تخص العمل الصحفي والقيود المفروضة على العمل الصحفي. ناقشنا النهاردة في الجلسة النهاردة كل ده من خلال وجهات النظر المختلفة. الحوار الحقيقي النهاردة تجاوز حدود الحوار الوطني لحوار داخلي داخل نقابة الصحفيين عن مشاكل الصحافة وفضفضة عامة عن مشاكل الصحافة وأوضاع الصحافة بشكل عام. ده هيكون هيظل حوار مستمر داخل النقابة مفتوح ما بيننا وما بين الجمعية العمومية، لأن ده البوصلة اللي احنا نتحرك فيها في قضايا المهنة. إنما يظل المستهدف الرئيسي من هذا الحوار أن نتقدم برؤية لقضايا الصحافة وللقضايا المهنية ولرؤية الصحافة الصحفيين بشكل عام في أوضاع في الحوار الوطني في قضايا المجتمع بشكل عام. ده المستهدف الرئيسي هيخرج من خلاله. وإحنا تقدم لنا الكثير من المقترحات، تقدم لنا مقترحات تشريعية على مستوى التشريعات، تقدم لنا مقترحات على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، تقدم لنا مقترحات تخص المناخ العام التي تعمل فيه الصحافة، تخص المناخ العام اللي بيحكم حرية الصحافة بشكل عام، تخص زملاء الصحفيين المحبوسين. فكل ده هيبقى يشكل رؤية نقابة الصحفيين في الحوار الوطني. هناك مقترحات أخرى تشكل هي عماد للحوار الداخلي اللي احنا نتمنى أن يستمر داخل نقابة الصحفيين. لازم يبقى لها اهتمام كبير جدا في الحوار الوطني، وإحنا كنقابة إن شاء الله لابد أن يكون عندنا مؤتمر عام للحفاظ على الصحافة الورقية. ده أمر مهم جدا، لازم نحافظ على تاريخنا، نحافظ على الصحافة الورقية سواء في الحوار الوطني أو إن شاء الله خلال تعرض على مجلس النقابة قريبا إن شاء الله. لازم يكون هناك مؤتمر عام للحفاظ على الصحافة الورقية. من السنة دي لحد رمضان الجاي يبقى موجود داخل كل عمل فني مصور صحفي مختلف وصحفي مختلف بيظهر فعلا الشكل الحقيقي لشغلنا ولتعبنا، ما يبقاش بس بالشكل الكوميدي اللي دايما بيظهر عن المصور الصحفي واللي بيمسك الكاميرا وبيتشقلب ويعمل ويتشقلب كل حاجه، بس برضه احنا دي اول جلسة لحوار داخلي في النقابة. عندنا معظم الاقتراحات بتتركز حوالين بعض التعديلات التشريعية في بعض القوانين المتعلقة بالنقابة والصحافة، عندنا حاجات تتعلق بالحريات، عندنا حاجات تتعلق بالمناخ العام للمهنة، في حاجات تتعلق بالشأن الداخلي في النقابة، ودي هنناقشها كمجلس وهنناقشها مع الجمعية العمومية مع أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعات ممثلة لمثل هذا الاجتماع. لكن كمان عندنا حاجات هنرفعها للحوار الوطني اللي هي بتمس علاقة الدولة بالمهنة وبالنقابة.